سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم هذا الفيديو كما راكم تشوفوا. هذه خدمت معكم اغراتا، واش راه فيها صدر الدجاج. ثاني درت فيها 4 حبات بطاطا، هذه هي غرانتا تاع دجاج وبطاطا. وثاني قطعت لها المعدنوس والبصله، ثاني ربيتها الدهان ولايات، درت فيها عود اصفر والفلفل الكحل ومسكن جبين والملح. هذه بالنسبه للصوص تاع الدجاج. هنايا في الكيكوطه درت البصله، درت الدهان والمعدنوس، ونزيد لهم اللايات اللي وريتها لكم. هذا هو الملح، فلفل كحل، عود اصفر ومسكن جبين، وندير لها صدر الدجاج ونديرهم يطيبوا. المهم اللي راه يشوف في القناه نقول لكم ديروا لي جيم وديروا لي ثاني اشتراك اللي راه دخل القناه اول مره وراه يشوف في الفيديو، ونستنى تعليقاتكم ثاني. وين صدر الدجاج راني درتو، ودركا نمرقها ونسكر عليها ونخليها تطيب. هاني مرق فيها ونخليها، ونروح للبطاطا نقطعها. نقطع البطاطا مكعبات صغار ونديرهم يتقلاو ثاني. هاي باينة بعد ما قليت البطاطا وقطعتها، نخليها. وهذا هو صدر الدجاج ثانيها وطاب. هذه هي وهذا المكونات باش نخدم بهم. هذا صدر الدجاج بعد ما طاب وفتتو، هذه البطاطا بعد ثاني ما كملتها وقليتها. هنايا درت 5 حبات بيض، وهذه لاصوص ثاني نتاع اللي طيبت فيها الدجاج ثاني نسحقها. وهنايا فرماج رابيتو، وثاني نسحق فرماج عادي. هنا تقدروا تستخدموا الفرماج مكعبات تاع المثلثات هذا كل هذا. هنايا جبت هذا المول، هذا يا درت فيه البطاطا ونزيد لها الدجاج اللي فتتو. هنايا درتهم مع بعض، خلطت كلش مع بعض البطاطا والدجاج. ونزيد ثاني دركا معاهم نزيد الفرماج. ها وين الفرماج راني نقطع فيه ونديرو من فوق. وزدت لها ثاني شويه نتاع فرماج مرابي ثاني، خلطتها مع بعض ونخلط كلش كاع المكونات نديرهم مع بعض نخلطهم. كما راكم تشوفوا ان نزيد لها ثاني هاي وينا نزيد لها من فوق لاصوص اللي طيبت فيها الدجاج. هاي وينا لاصوص نديرها من فوق. هذه هي
ونزيد ثاني البيض بعد ما ضربته زين، نديرو ثاني من فوق الكغاتا. هنا راني شاعله انايا الفرن تاعي، راني شاعلته من فوق من تحت. بعد ما درت البيض نزيد ثاني الفرماج مرابي، نديرو من فوق باش تحمر لي من فوق وتجي ثاني هايله تي حمراء. هاي وينه، بعد ما كملت هاد الكراتا كيما راكم تشوفوا ندخلها الطيب. هنا راه كلش طيب، برك باش البيض يطيب وتحمر شويه. هاني دخلتها الفرن ونوريكم كيفاش خرجت. شوفوا بعد ما طابت خرجت تهبل وخرجت روعه روعه، والبنه الثاني هايله. جربوها واعطوني رايكم. المهم ما تنساوش كيما قلت لكم ديروا لي اشتراك، ديروا لي لايك، ونستنى تعليقاتكم. سلام.